في موقع اليوم 24، مرحبا بكم في هذا اللقاء مع الأستاذ ميمون شوراق، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة، نائب رئيس مفوضية الإفريقية للزلازل، وأستاذ زائر في المركز الإفريقي للحد من مخاطر الزلازل، للحديث عن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز وتداعياته. مرحبا أستاذ شوراق. سي شوراق، نبداو السؤال الأول. هذا الزلزال ضرب منطقة جبلية في الحوز لم تكن تصنف بأنها منطقة زلزالية. نعرف بأن المناطق الزلزالية كانت في الشمال. هل سيعيد هذا الزلزال تغيير أو يعيد النظر في خريطة الزلزالية في المغرب؟ شكرا. في البداية أتقدم بالشكر على الاستضافة، وقبل الإجابة أريد أن أقدم التعازي لذوي الضحايا وندعو لهم بالصبر والسلوان وندعو للجرحى بالشفاء العاجل. علاقة بالسؤال اللي طرحتم، المنطقة الأطلسية هي معروفة بنشاط زلزالي ولكن ضعيف وغير مكثف. على مستوى خريطة المغرب، المنطقة الزلزالية الأكثر خطرا هي الشمال في جبال، خاصة في جبال الريف، وهذا الخطر نتيجة لتقارب الصفيحتين الإفريقية والأورو أسيوية. منطقة الأطلس يعني معروفة بالفوارق تكتونية يعني وبنشاط زلزالي ضعيف، يعني لا خلينا من 1900 إلى يومنا هذا، الزلزال أكبر شدة كان في 1953، كان وشدته كانت 5.3، ولكن معظم الزلازل كانوا أقل من 4. كتقصد الزلزال ديال أكادير هذا؟ لا كان في المنطقة، زلزال أكادير كان 5.8. أنا نقول لك في المنطقة ديال مراكش والمنطقة منطقة الحوز. أقصد منطقة الحوز. نعم. منطقة الحوز هي اللي ضرب فيها الزلزال، على النشاط الزلزالي نشاط ضعيف وغير مكثف. نعم. وعلى مدار التاريخ أكبر شدة ضربت زلزال ضرب المغرب هو زلزال الحسيمة في 1994 2004، وكان زلزال آخر زلزال في مستاد كان في البحر البوران. يعني إلى من ناحية العلمية، يعني باش توصل هذه الشدة هذه يعني نقطة استفهام، والدراسات المعمقة اللي غادي تجي من بعد إن شاء الله هي اللي غادي تكشف لنا السر. يعني عرفنا دابا أن سبب الزلزال هو الفارق المعكوس، يعني فاي أنفرس أو أنديكروشمون سامبل، ولكن الدراسة يعني الإجمالية والأسباب وكلها يعني إن شاء الله غادي يكون في المستقبل، وبدنش غادي يكون النتائج اللي غادي نحصلوا عليها سيتم تغيير مفاهيم المنطقة الزلزالية في الأطلس، لأن الزلزال له شقه الكارثي والضحايا، ولكن من ناحية العلمية كل زلزال فهو درس أو نستنبط به عدة دروس. نعم. طيب أستاذ، بخصوص التغييرات الجيولوجية المرتقبة في هذه المنطقة، لاحظنا ظهور أعين مائية، هل يمكن أن نتوقع تغييرات جيولوجية في هذه المنطقة؟ فعلا، يعني بعد الزلزال أو من النتائج الأولية كما قلت، لأن دراسات إن شاء الله مستقبلية اللي تعطينا أكثر النتائج وتوضح، ولكن أول النتائج أن بعد الزلزال تم ارتفاع جبل الأطلس، يعني ربما يقال حتى يعني المسافة 1 متر، وهذا الارتفاع بيكون عنده واحد النتيجة على الشكل التضاريس المنطقة والشكل الجيولوجي. ظهور المياه مسألة طبيعية، لأن المياه كانت جوفية ما كانش عندها مكان أمان للخروج، وعند وقوع الزلزال، لأن الزلزال هو كسور، وعند كسور كانت هناك كسور يعني هناك منفذ، فتم يعني تم ظاهرة الماء أو خروج الماء أو نفس يعني على شكل
نعم كذلك. نعم بالنسبة للتوقعات الزلازل يعني في المستقبل، هل يمكن من الناحية العلمية توقع حدوث زلزال؟ لأن هناك أحد العلماء الباحثين الهولنديين يعني أثار جدلا بخصوص توقعاته. من ناحية الزلزال عكس الظواهر الأخرى يعني إلى يومنا هذا، حتى في الدول التي المغرب أو أوروبا هي منطقة يعني غير شديدة، المناطق الزلزال أكثر خطورة هي المحيط الهادئ، ما يسمى بحزام النار سانتيغ دو فو، يعني في أمريكا اللاتينية، في اليابان أو في الصين. حتى الدراسة التاريخية للزلازل، أكبر الزلازل من ناحية الشدة يعني ضربت هذه المناطق وقد أحدثت في بعض الأحيان التسونامي. نعم. ولكن إلى يومنا هذا جميع الأبحاث العالمية لا يمكن توقع مكان وزمان الزلزال. في الزلازل نتحدث عن المناطق الزلزالية، يعني مثلا احنا ناخذ المغرب، نقول ان المغرب شمال المغرب جمال الريف هي اكثر عرضة للزلازل، وكذلك جبال الاطلس، المحيط الاطلسي، بحر الألبوران، بحر الابيض المتوسط، جنوب اسبانيا، ايطاليا وغيرها غيرها. نتحدث عن المناطق الزلزالية، اي هناك هذه المناطق نتيجة للتكتونية الحديثة، يعني في يعني الناحية ديال لا بروبابيليتي يعني يمكن حدوث فيها زلازل، ويمكن حتى نتوقع الشدة، ولكن يعني للتحديد أو التوقع يعني اليوم والساعة والمكان يعني إلى يومنا هذا مستحيل. على غير مثلا البراكين يمكن، مثلا البراكين يمكن تحديد الزمان والفيضانات والفيضانات صحيح. هذا يعني مثلا في الفيضانات أهم شيء والتسونامي مثلا نحدد يعني نسمعنا الإشعار عن بعد يعني سيستم دالار. أما الزلزال لا نتحدث عن المناطق الزلزالية. نعم. ماذا عن الإجراءات لمواجهة للحد من الأضرار التي تسبب الزلازل؟ ونتحدث هنا عن يعني القوانين المضادة للزلازل، والمغرب الآن يعمل على إعادة إعمار هذه المناطق المصابة بأضرار. يعني هل تتوقع أن يعاد النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بالبناء في المغرب؟ قانون التعمير المضاد للزلازل يعني في المغرب أول نسخة كانت 2000، وتم تحديث تحيين النسخة في 2011 2000 أو 2000 هي تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، يعني آخر تحيين كان 2008 ولكن نشره في الجريدة الرسمية كان في 2011، يعني نتحدث يعني أكثر تقريبا ما ينازل 15 سنة بدون تحيين القانون التعمير. هذا من جهة. من جهة أخرى زلزال 2016 الذي وقع قريب من حسيمة البرنشين كان يحتم علينا إعادة تحيين الزلزال، ولكن الزلزال الذي ضرب في الحوز يعني يلزمنا، لأن كل المعطيات اللي كانت في القانون تغيرت. على سبيل المثال للحصر مثلا منطقة الحوز ومجاورها يعني السرعة الاكسيلاسيون نسبة إلى القانون هي بين 0.07 إلى 0.1 جي، بينما الزلزال اللي ضرب الحوز التي كانت قوته 7 تناهز بأن السرعة يعني الاكسيلاسيون هي 0.45 جي، بمعنى أن الزلزال الحديث الذي ضرب الحوز يعني يفوق السرعة الاكسيلاسيون التي في قانون التعمير ب6 مرات. هذا على سبيل المثال الحاسوب. وبالتالي تحيين والدراسات إلزامية، هذا من جهة. من جهة أخرى القانون لا يشمل جميع أنواع البنايات،
يشمل فقط بنايات بال اون بيتون. نعم. يعني وبالتالي كما المشكل اللي وقع في الحوز ان المنطقه اللي ضرب فيها زلزال يعني مناطق قرويه، وعندما نتحدث عن المناطق القرويه فهو بناء تقليدي خاصه. نعم. بالطوب او بالطين او بالحجر، بينما القانون لا يشمل هذا. وبالتالي يجب علينا اولا تحيين القانون الذي لم يحيي من ابتداء من 2011، هذا من جهه. وهناك يعني يجب علينا دراسات وكذا معمقه للتحيين والاعمار مباشره، النقطه الاولى. ثانيا هناك قانون اخر الذي يشمل فقط المباني بالطين 2016، يجب إعادة دراستي وتحييني. وأظن يعني حان الوقت للتفكير في قانون خاص بالمآثر التاريخية. نعم. المضادة يعني اليوم يعني خصوصا يعني الحمد لله شكل ما يعني المعلمة المسجد مثلا الموحدين الذي في 1200 يعني تحطم. نعم. تحطم على الآخر، وبالتالي يجب علينا إحصاء يعني جميع المآثر ودراستها وتقويتها حتى تكون مضادة للزلازل. يعني نعم. اليوم يعني لا في المغرب لا يوجد قانون يعني يشمل المآثر الطبيعية. مثلا في أوروبا على سبيل المثال الحصر، هناك إيطاليا قانون جد مهم، وفي البلاد العربية مثلا اليوم يعني في هذه السنة مصر مثلا الجمهورية العربية المصرية هي اليوم في عدد يعني دراسة أو دراسة يعني عشان يكون لهم قانون مضاد للزلازل يخص المآثر، وتعلمون جيدا بأن مصر غنية بالمآثر التاريخية. نعم. أستاذ، ماذا عن أهمية التعاون الدولي لدراسة هذه المناطق الزلزالية واستخلاص الدروس ودراسة هذه المنطقة يعني لمعرفة التطورات التي يمكن أن تلحقها؟ كما يعني سلف الذكر كما ذكرت بأن الزلزال له الشق الكارثي والضحايا، ولكن له الشق كما قلتم كما تفضلتم في الشق استخلاص الدروس. وهذه عندما نتحدث عن الزلزال ظاهرة، فهي ظاهرة كونية، ظاهرة طبيعية. يعني التعاون الدولي بدون شك يكون له الأثر الطيب والجيد في استخلاص الدروس وفي استخلاص النتائج القيمة التي ستساعد بدون شك المغرب في أولا في إعادة أو تحيين قانون مضاد قانون التعمير مضاد للزلازل، تحيين قانون التعمير مضاد للمباني بالتراب، وثالثا لماذا كذلك خلق أو بلورة قانون تعمير مضاد للزلازل خاصة للمآثر الطبيعية. هذه القوانين لا تنطلق من غبار، أو يعتمد على نتائج علمية، والتعاون الدولي بدون شك يعني يساعد على جودة النتائج. على سبيل المثال أنا اشتغلت يعني كنت عدة سنوات يعني مكلف بالتعاون الدولي، وكانت فرصة أن أزور عدة دول بينها اليابان والصين وإسبانيا. هناك يعني خصوصا جامعة محمد الأول يعني وعبد ربي يعني هناك شراكة قوية مع الإسبان، وهم يعني أكثر من 15 أو 20 سنة بنشتغل يعني في على جبال الريف وجبال الأطلس. يعني هذا مكتسب تاريخي في يوم 4 و5 من هذا الشهر كنت في الصين مشاركة في مؤتمر في إطار برنامج خريطة الحرير، ومباشرة بعد الزلزال يعني بعد الزلزال بساعة أنا كنت هناك يعني أعرب الخبراء الصينيين عن تأهبهم ومساعدتنا
في هذه الكارثة الطبيعية على مستوى الإنقاذ أو على مستوى البحث العلمي. يعني احنا أظن اليوم وبحكم العلاقات على مستوى الدولة أو على مستوى الباحثين العلمية أو مستوى الجامعات، لدينا علاقات على جميع المستوى على الأوروبي أو الأسيوي أو الأمريكي، فرصة لتقوية العلاقات وفرصة ليكون منطقة الحوز كهوب أو كمنطقة يعني كمختبر يعني ليبر أو يعني مفتوح، كمختبر مفتوح لقيام عدة دراسات وفهم هذه الظاهرة الغير متوقعة بهذه الشدة. أظن أن الدراسة أو دراسة هذا الزلزال سيكون له النفع الجيد على تقدم الأبحاث في مجال السيسمولوجيا، وخصوصا على مستوى المنطقة منطقة الحوز أو على مستوى المملكة المغربية. وشكرا. ميمون شوراق، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة، نائب رئيس مفوضية الإفريقية للزلازل، أستاذ زائر في المركز الإفريقي للحد من مخاطر الزلازل، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. شكرا لكم. شكرا. 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 شكرا.